ايه يا ماما، ايه يا حبيبتي، انا كنت مزعلك في حاجه يا اختي. لا قولي لي، قولي لي انا كنت مزعلك في حاجه. اصل انت مش هتسلميني تسليم الاهل ده الا لما اكون عامله فيكي حاجه. كنت قاعده كده في خير شري، باكل وبشرب وبنام، محدش بيحس بيا. نسمه هوا، اي حد يحسد البني ادم اللي زيي؟ والله نسمه هوا، محدش بيحس بيا. ها قولي لي، عملت فيك ايه عشان تسلميني تسليم الاهل ده؟ ما كنتش عايز اتجوز، انا ما كنتش عايز اتجوز، مش عايز حد يتحكم فيا. انا ما كنتش عايز اتجوز، جوزتوني ليه؟ انا كنت قاعده ومزاجي حلو، لحد بيقول لي اعملي ولا تعمليش. يوم ما حد بيقول لي اعملي او ما مش عامله، واقوم داخله نايمه واقعد مزاجي حلو. انما ليه؟ ليه واحد يقول لي انا عايز مكرونه بشاميل؟ ليه؟ ليه انا ليه؟ 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 ليه حد يتحكم فيا؟ ليه؟ ليه؟ ليه المعامله الميري دي؟ انا مش فاهمه. لا قول لي انا عايز مكرونه بشاميل ومعاها جلاش. ليه؟ ليه مجوزيني جاموسه؟ ليه يامه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ليه؟ انا كنت باكل الكلام ده عندكم، بس انا ما اعرفوش، ما اعرفش بيتعمل ازاي. هو انتوا اتفقتوا معايا ان انتوا هتجوزوا الشبشير بيه ولا ايه ياما؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش الكلام ده ازاي ياما. مش فاضيه لي؟ لا هتفضلي ياما، انت كده هتشوفوا مني عين سودا. والله هتشوفوا مني عين سودا. تفضيلي، تعرف هتفضيلي ليه؟ عشان انا ممكن اقول له طلقني، ولو طلقني انتوا اللي هتشيلوا الليله كلها. انا مش خسرانه حاجه، هاخد الذهب بتاعي واللبس بتاعي واخد المؤخر بتاعي واعيش برنسيسه. هروح جامعة اقعد لي اسبوعين والله في الحر ده، وهيبقى مزاجي فوق الشوق والله العظيم. وانتوا بقى بص بقى، خدوا بقى اللي هيطلع عليكم بقى. بنتكم ما فلحتش في الجواز، وبنتكم اتطلقت، وبنتكم خلاص بقت خلاص وراحت تعيش خلاص. الدنيا هبوظ، الدنيا هبوظ، وانا هضرب بقى طناش بقى، وهصيع انا بقى، انا هصيع بقى. انا هروح جامعة بقى واكل جيلاتي هناك، وبصوا واكل ذره. فانت بالحب كده يا اما تمليني المقادير بتاعت الحاجات دي بتتعمل ازاي، لا اما بصوا هسوحكم والله هسوحكم. فواحده واحده عليا كده يا حبيبه قلبي، وتفضلي والكلام اللي انت بتتكلمي فيه ده. لا يا حبيبتي، ترجعي كده وتشدي شدي اللجام كده يا حبيبتي، واتكلمي بالراحه. ها اتكلمي بالراحه، لا مش انت اللي ماسكاني، انا اللي ماسكاكي دلوقتي. تخلي الامور تعدي عشان ناكل الحمار اللي جوه ده. من الاخر انجزي يا ماما. هو مش حمار، هو جوزي، بس انا بقول كده يعني من العصبيه. انما هو لا، ده حبيبي وقرة عيني، فانت قولي لي عشان اطعمه. اطعمه دي، ده اطعام مسكين، ده انسان مسكين ملوش ذنب باللي بينا. فانت قولي يا ماما على طول وانا يلا يا حبيبتي. الو الو، قفلت في وشي يا نقه. هما كده الامهات، اول ما يبقوا مصلحتهم يرموا عيالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. جايالك جايالك يا خالد صبري.